اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، كل الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا على الباج فيسبوك بتاعنا الحياه اف ام. احنا ما زلنا مواصلين في مواكبه مستمره الايام العالميه الرابعه اللي تنعقد اليوم في ولايه المنستير للمعالجه بالنباتات الطبيه في الامراض النفسيه والعصبيه. سعيد جدا بحضوره معايا الدكتور مراد غطاطا اللي هو يتبع الكوميتي دورغانيزاسيون اليوم في الايفينمون هذا. اهلا وسهلا ومرحبا بك استاذ. مرحبا بكم، مرحبا بقناة حياة اف ام. دونك احنا اليوم عندنا الايام الرابعه للمعالجه بالنباتات الطبيه ولا نسميوها لونديبوجيني اي فيتوثيرابي كلينيك. تري دونك دكتور، انت اليوم عندك محاضره بحول مرض الزهايمر، دونك اش فما جديد اليوم في علاقه بالايفينمون اللي عندنا؟ بالنسبه لي انا جسوي جيرياتر مع طبيب شيخوخه، دونك عندنا برشا كونوا في حاله نتاع في الملادي الزهايمر ولا فقدان الذاكره عند المسنين اللي يوليو دائما يصبحون في حاله نتاع نسيان تطور وتولي تثقل كاهل العائله من جميع النواحي. واحنا كاطباء الشيخوخه شفنا الحالات هذه بصفه كبيره ونحاولوا في لونديبوجيني في الميديسين انتيغراتيف هذه نحاولوا باش نحيطوا المسن من جميع النواحي ونحاولوا باش نقدموا كيف يصل الانسان الى حاله متقدمه من الزهايمر وكيف نحاول ان نحن كاطباء وكصيادله ان نخترع ادويه جديده تساعد المريض لكي لا يتقدم في المرحلة المتقدمة متاع الزهايمر. وبالنسبة للأطباء احنا نحاولوا باش نعملوا تحاليل اللي هي تصير عن طريق الاسبيرجي اللي هي أسوسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية، واحنا الجمعية لا تي بي ام ديجا عملت شراكة مع الجمعية هذه ولينا نخدموا معهم في البيولوجي دو فونكسيون اللي هو كيفاش نعرفوا من التحاليل المريض نجموا اون بريفوا معناتها نجموا نحيطوا باش ما يوصلش الحاله نتاع الزهايمر المتقدمه برشا. تري بيان، دونك الزهايمر على ما اظن حسب ما كنت تحكي مراح، يعني يجي على مراح. شنو لو قبل ما نختموا لو تقدم لنا اهم النصائح اللي يمكن انت تتوجه بها للعائلات اللي تكفل؟ نعرفوا انه برشا اليوم عائلات تونسيه وبرشا مسنين المتقدمين في السن شويه تلقاهم يعانيوا من الزهايمر للاسف، دونك شنو اهم النصائح اللي تتوجه؟ اهم النصائح اللي نتوجه لها هو الوقايه، وثانيا الوقايه كيفاش تكون مثلا في التغطيه سيرتو نتاع الاكل، طريقه الاكل نتاع الانسان اللي هي تكون سبب باش الخمائر نتاع الكرش نتاعنا اللي هي موجوده معنا وعايشه معنا هي تكون سبب باش تكون نوع نتاع ديبوندونس، ومن غاديكا تدخل في السنترال في اونيفو سنترال وتعطينا المشاكل نتاع الزهايمر. دونك السيروتونين اللي هي السيروتونين هذه ستين هرمون سنترال وبيريفيريك، دونك على قد ما تكون السيروتونين الفوق طايحه على قد ما تكون رياكسيون نتاع البدن. دونك الزهايمر لازم يكون التغطيه، اول حاجه نبداو بها هو كيفيه الوقايه بالاكل وبالطريقه الماكله نتاعنا في الاوقات نتاعها، مثلا خاطرش باش ما نخليوش الانسولين، احنا عندنا خمس درجات نتاع الانسولين تصير صباح ونص ومع ال 11 مع نص النهار معناتها قبل الفطور وفي العشيه وفي الليل، معناتها خمس مراحل السكريسيون نتاع الانسولين ما نخليوش تتذبذب بحالة الانسولين باش ما نوصلوش للانسولين ريزيستانس ونوصلوا باش نعملوا امراض كما الزهايمر. ان شاء الله. شكرا لك استاذ على كل هذه المعلومات اللي قدمتها. يعطيك الصحه. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.